الثقافة والفنون تنافس مختلف ما اعتدنا على أن يكون محورا للمباحثات الدولية والزيارات التي تقودها المملكة. ليست صفقات السلاح ولا صفقات النفط ولا صفقات الصناعات الجديدة هي العناوين الرئيسية التي تابعها العالم، وهو يتابع الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لأول مرة تتحول الثقافة والفنون إلى محور بهذا الحضور وبهذا التأثير وبهذه المحورية. الزميل أحمد الواصل الكاتب والناقد الصحفي المعروف هنا في الرياض، ومحمد آل سلطان من جدة. خلنا نستغل الوقت. أول شيء الله يحييك. أهلا وسهلا فيكم. وبعدين كل مالك تتشبب. طيب الآن لا في الزيارات، لا في زيارة سمو ولي العهد الولايات المتحدة، ولا في زيارته إلى فرنسا، ولا في بالتأكيد الزيارة المرتقبة اللي بدأت اليوم إلى أسبانيا. يعني العنصر الثقافي حاضر بشكل نوعي وجديد ويدل على أنه رهان سعودي فعلي. أنتوا شلون تشوف وشلون تتابع هذه الأحداث؟ أعتقد أنه حتى عند السادة المشاهدين يعني وحتى المتخصصين في علاقات قديمة ما بين فرنسا والجزيرة العربية، يعني في القرن 19 رحالة على عكس من تجار مثلا الخيول أو غيرها، يعني اللي كانوا يحضرون، يعني تجار الخيول غالبا يكونوا من الإنجليز طبعا، غالبا الرحالة الفرنسيين كانوا يتوجهون إلى التراث إلى الثقافة. ويعني أعتقد التاريخ حفظ لنا، يعني مثلا في أجزاء كبيرة من الآثار في الجزيرة العربية موجودة في متحف اللوفر في باريس، يعني الناس تعرف أعتقد، ولا يخفى حتى على طلبة الأثار تشارل هيوبر اللي استطاع أن ينقل مسلة تيماء اللي هي مسلة كلدانية طبعا، يعني وذهبت إلى اللوفر طبعا، موجودة الآن باللوفر. نعم، وهي حقتنا. نعم، وتعرض هناك عرض دائم طبعا في اللوفر، بالإضافة إلى أنه أيضا هو حصل على مخطوطة شعر نبطي تعتبر نادرة. يعني لمين؟ لراوية اسمه الحساوي. أعتقد أنه التقى يمكن في حائل في زيارته بال 1878، وزيارته الثانية اللي أخذ فيها المسلة بال 1884 اللي انتهت باغتياله طبعا، يعني هو ما شاف المسلة في باريس. وأعتقد في شارل ديديه زار مكة المكرمة وسدون رحلته أيضا. هذا ممكن الحدثين وغيرهم طبعا ما في شك نرصدهم باهتمام الفرنسيين بالتراث والثقافة في الجزيرة العربية، يعني بغض النظر عن قضية سرقة الآثار أو مثلا يعني حتى انتحال المخطوطات، لكن هذا يؤكد فيه اهتمام. الملفت في الأمر يعني بعد ما حاولت يعني أراجع الاتفاقيات ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، أنه أول اتفاقية بين البلدين كانت ثقافية بال 1963. أول اتفاقية؟ نعم، أول اتفاقية يعني بعد طبعا ما اعترفت الدول ببعضها طبعا في الربع الأول من القرن العشرين، أنه أول اتفاقية بين البلدين كانت ثقافية. وإذا مشينا بالتاريخ طبعا حدث فيه اتفاقيات أخرى هي قريبة من الثقافة ليست بعيدة، مثل اتفاقيات تخص التعليم، التطوير الإداري. وبعدين من أهم الأيام الثقافية السعودية اللي هو المعرض بين الأمس واليوم بال 86 في باريس، كان الملك سلمان ذاك اليوم هو أيضا لما كان أمير الرياض. نعم، وأعتقد أن الأيام الثقافية كانت تدشين لنقل الثقافة السعودية إلى الخارج. هذا المعرض اللي استمر وتجول أعتقد في كذا بلد يعني كان عبارة عن قافلة ثقافية مرت على أكثر من بلد. وأعتقد استمرت التعاونات بين البلدين، ويبدو أن الفرنسيين فعلا مهتمين بالأثار. يعني من الاتفاقيات اللي لازالت سارية يعني صيانة التراث ما بين جدة والرياض طبعا بتنسيق مع الهيئة بين البلدين طبعا عن طريق طبعا الهيئة العامة للسياحة طبعا التراث الوطني، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الهيئة يعني على ما يسمى بصون التراث طبعا سواء كان معنوي أو مادي، وإن كانت الهيئة طبعا العامة للسياحة تختص بالتراث المادي. لكن الاتفاقيات الآن اتخذت يعني
صورة مختلفة، وأعتقد أنها متقدمة وذات رتبة هي أعتقد محور هالكلام بالحلقة، لكن في تراكم بناء على ما سبق من اتفاقيات. في يعني هالتراكم هذا ضمن مسيرة الاهتمام الفرنسي أصلا بموضوع الثقافة والتراث. نعم، والرغبة السعودية بنقل الثقافة أيضا، يعني احنا تكلمنا أيضا عن الأيام، حدث بعدين يمكن أقرب تاريخ يمكن بال 2010 معرض روائع آثار المملكة، يبدأ منها فعاليات أو أيام، أعتقد أنها الأيام الثقافية في اليونسكو السعودية، وأعتقد سبقها يمكن بسنتين أو ثلاث سنوات معرض يخص الطرق، وأعتقد أنه هو تمهيد أيضا للحدث العام الماضي اللي يخص أحد طرق الحضارات القديمة، طريق البخور اللي يشق من جنوب الكرة الأرضية حتى شمالها، أقيم هذا يعتبر يعني تدشين للاتفاقيات، لكن أعتقد تعاون وثيق في مجال الثقافة والمجالات الأخرى القريبة من الثقافة، ويبدو أن الفرنسيين فعلا يهتمون بالثقافة ليس في بلد مثل السعودية، يعني أيضا في بلدان أخرى طبعا معروفة، يعني طبعا في مصر في سوريا حدث يعني ولا زال. خلني أبشرك معنا دكتور محمد آل سلطان في جدة، حياك الله دكتور. يعني العنوان العريض الثقافة والفنون، الله حيك، الثقافة والفنون محور رئيسي في هذه الزيارات وفي هذه الاتفاقيات، في تحول أو يعني حتى في مزاحمة للعناوين اللي ظلت يعني تدور حول الجوانب السياسية والعسكرية. في الحقيقة خلينا نرجع للزيارة من الأساس. المملكة العربية السعودية تريد أن أو هي تقدم نفسها الآن، وهي فعلا كذلك، أنه دولة ذات تأثير وقوة رائدة استثمارية وموقع استراتيجي. هذه ركائز الرؤية السعودية 2030. نعم. أي حضارة أو أي تقدم مادي إذا لم يكن فيه جانب للثقافة والفنون والموسيقى والأوبرا والسينما والكذا، فإنه كل هذا يعني أشبه يعني أي تقدم لا يتضمن هذه الأشياء فكأنك تصنع يعني تمثال بلا روح. المملكة العربية السعودية حقيقة هضمت أو هضم يعني على المستوى الثقافي والحضاري وعلى مستوى الفنون والتراث، البلد غني جدا، قد لا يعرف كثير من في أنحاء العالم إلا المهتمين والمتخصصين. صحيح كان في محاولات سابقة في الأيام السعودية بزيارات بمعارض بقدوم بعض الوفود السياحية الخاصة أو الآثاريين المنقبين، لكن في الحقيقة ما كان وضع يعني فيه استدامة. ما يحدث الآن هو شراكة على كل المستويات، وبما أنه حديثنا عن الجانب الفنون والثقافة أو الثقافة والفنون، فنحن نتحدث عن عملية استدامة وإظهار لوجه المملكة العربية السعودية الحضاري والفني والثقافي. ولذلك سمعنا عن اتفاقيات ممتدة في الآثار في مدينة العلا، وسمعنا عن نقل صناعة السينما وإنشاء دور للأوبرا. لا يمكن لأي بلد ينشد التقدم على كل الأطر، ودائما يعني دائما الثقافة والفنون والحضارة، الثقافة والفنون هي مرآة التقدم الحضاري والمادي في كل العصور. لا يمكن أن تجد يعني بلدا متقدما في جانب تقني أو علمي أو مادي أو كذا ولا تجد الثقافة والفنون مسايرة لهذا التقدم، وفرنسا أكبر مثال على ذلك. طيب خلني أباخذ فاصل شباب ونرجع، تفضل أحمد.
حياكم الله من جديد. أحمد الواصل هنا في الرياض، محمد آل سلطان في جدة. اتفاقية سعودية فرنسية لإنشاء دار أوركسترا ودار للأوبرا. أول شيء خلنا نفرق الناس، وش الفرق بين الأوركسترا ودار الأوبرا؟ هي دار الأوبرا المفترض أنها تكون المؤسسة، مسرح وعام وفعاليات. نعم، يعني ممكن تنشأ المؤسسة يكون فيها مثلا مرافق مثل مسارح، صالات، وداخل هذه المؤسسة ممكن تنشأ أكثر من فرقة. ليس بالضرورة تكون فرقة فقط العزف، يعني عزف آلي، كنت فرق أخرى، ممكن فرق مثلا يعني مختصة مثلا بعض الفنون الشعبية، ممكن تكون فرق مختصة بأنماط غنائية معينة أو موسيقية. يعني إذا كان هي بس فقط بتساعدنا في فرقة واحدة أوركسترا، لا أعتقد إحنا عندنا قادرين. ودليل التجربة اللي حدثت في عمان، توجد أكثر من 5 فرق في دار الأوبرا، ليست فرقة واحدة. يعني طيب، بخلاف الأوركسترا؟ لا، الأوركسترا تطلق على الفرقة الواحدة فقط، لكن دار الأوبرا المؤسسة يفترض أن تحتضن أكثر من لون، من نشاط. يعني من ضمنه إنشاء ليس فرقة واحدة، ممكن تكون أكثر من فرقة. طبعا هذا حسب البلد، وحسب أيضا السياسات اللي موضوعة لهذا المؤسسة طبعا. طيب بس اسمح لي، يعني قبل ما أروح، أنت كثير معني أخوي أحمد بهذه الجوانب. الآن بالفعل إيش اللي، أو هل بالإمكان تحويل الفلكلور الشعبي اللي يعني ربما حتى توصيفه بالشعبية خلاه ربما يتم تأطيره على أنه ما له علاقة بالرقي، ما له علاقة بالكلاسيك مثلا، لكن كيف يمكن اليوم استثمار هذه المؤسسات مش لإعادة إحيائه، بل حتى لتطويره، لإخراجه بأشكال ثانية وجديدة؟ ما في شك، حنا عندنا تاريخ متراكم، بدأ من أول 50s في مدرسة موسيقات الجيش السعودي في وزارة الدفاع، وهذه قطعت شوط طويل، أنها استطاعت أسس الفرق، استطاعت أن تخرج المواهب في العزف وفي الغناء، أسست فرقة الإذاعة في الرياض طبعا، وكانت نواة لنشأة حفلات حتى التلفزيون. طبعا معظم الأفراد الفرقة كانوا من طلبة المدرسة الموسيقات الجيش السعودي حسب ما كانت يعني تسمى ذيك الفترة. مرحلة، وهذه الفترة أعتقد تم فيها تأهيل التراث في المناطق في المملكة العربية السعودية عن طريق الأساتذة اللي اشتغلوا فيهم، وكنت رأسهم طبعا ما في شك الله يرحمه طارق عبد الحكيم. ثم المرحلة الثانية كانت في الإذاعة، ما بين إذاعة الرياض وإذاعة جدة، وأسهمت طب أيضا الإذاعة أرامكو ذيك الفترة أيضا أسهمت، لكن أقصد العناية المباشرة. المرحلة الثانية ممكن تمت بعد ما أنشأت أيضا جمعية الثقافة والفنون بأول 70s، أنه اهتم أيضا سراج عمر ذيك الفترة في حفظ وأطلاق مجموعة جديدة من المؤلفات الموسيقية، بالإضافة لتأسيس طبعا فرق ذيك الفترة، وأظهرت بعض المواهب. بعد 80s احنا الى الان عايشين على ما اسس ما قبل 80s، فلعل الان بتاسيس دار الاوبرا وما يمكن ان يؤمل منها، يعني بحسب السياسات الموضوعه لها طبعا وقدرتها والظروف المساعده، ان يكون هذا المنعطف الثالث او الرابع في الحياه الموسيقيه في المملكه العربيه السعوديه. طيب محمد آل سلطان، انت يمكن بديت اشرت لي هالجانب في موضوع العناية بالتراث السعودي، وأنا دائما أقول أنه يمكن من التحولات المهمة في المسيرة والتجربة الإيجابية للهيئة العامة للسياحة لما تحولت من الهيئة العامة للسياحة والآثار للهيئة العامة للسياحة والتراث، يعني التراث صار شامل للبعد المعنوي حتى. أعتقد المادي فقط، المفترض المعنوي يكون خاص بالثقافة. لا لكن مفردة التراث فيها دلالة على ما هو شاخص ومادي، وفيها أيضا دلالة على التراث المعنوي. لكن وسط هذه التجربة أخوي محمد، يعني بالفعل كان هناك نوع خلني أقول من بث الذعر تجاه أي اهتمام له علاقة بالتراث، كدنا نخسر بعض أشكال أو بعض الآثار السعودية اللي تمثل انعكاس
يعني العمق الحضاري الفعلي لهذه البلاد. الآن زي الاتفاقية اللي تم توقيعها مع فرنسا لتطوير العلا مثلا، هذا البعث الثقافي الجديد كيف راح يبني على ما سبق، وكيف راح يحول أو كيف حتى راح يلغي كل أشكال الخوف اللي كانت تحاصر أي فكرة ولا مشروع يسعى لإعادة إحياء وبناء والاحتفاء بتراث هذه الأرض؟ أخو يحيى، أنت يعني استخدمت كلمة يعني وتوصيف جميل، هذا البعث الثقافي. يعني نرجع لأنه هذا في الأساس السعوديين أو المجتمع السعودي، رغم أنه مثل ما قلت لك كان هناك يعني مشاركات منفردة، كان هناك الجنادرية موجود، كان في اهتمام بشكل أو بآخر بالآثار، محاولة يعني كانت هيئة السياحة أو إدارة الآثار أو مصلحة الآثار جزء تابع لوزارة المعارف أو شيء من هذا القبيل. في الأخير يعني الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد ذكر أنه من عام 1979 تم يعني محاولة يعني إخراج المجتمع السعودي عن فطرته وعن سماحته وعن سماحة دينه. الحقيقة أنه الآن نحن إزاء إخراج كل كنوز المملكة العربية السعودية، نعم، على مستوى التراث وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الفنون، سواء كانت شاخصة ومادية كما ذكرت أو كان فيها تعبير روحاني لحالة ما، لحالة شعبية ما تختص بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية الـ13. المملكة العربية السعودية بلد شاسع، لديه يعني فنون شعبية ولديه أصوات ولديه أغاني ولديه يعني إبداع مستمر رغم كل ما يعني كل ما علق به يعني من محاولة تأخيره أو محاولة كذا. الانطلاق إلى هذا البعد وإلى هذا الأفق، أنا أعتقد أنه بعث حقيقي وإظهار لكنوز المملكة العربية السعودية، لأنه الدول عندما تخرج بثقلها لا تخرج بثقلها الاقتصادي فقط أو السياسي والعسكري، إنما الثقل الثقافي إحدى أهم أدوات القوى الناعمة. وعندما أقول الثقافي أقصد الثقافة بمفهومها الشامل، ويدخل تحتها التراث. المملكة العربية السعودية لديها تراث وحضارات سابقة ما قبل الميلاد وبعد الميلاد وما قبل الحضارة الإسلامية وبعد الحضارة الإسلامية. من يصور يعني نحن حقيقة تركنا المساحة للآخرين لأن يصوروا أن المملكة العربية السعودية مجرد نفط، لا، هذا ليس حقيقة. نعم. الآن هناك حالة بعث جديدة، نعم، لكل الفنون وإتاحة للأجيال القادمة والأجيال الحالية، طيب، لأن يمارسوا فنونهم وأن يطلعوا على كنوز، نعم، بلدهم داخليا وخارجيا، ويستقبلوا الآخرين، طيب، بفخر لإطلاعهم على هذه الكنوز. خلني أروح فاصل أخوي محمد ونرجع بإذنك أخوي. حياكم الله من جديد. محمد آل سلطان، تسمعني؟ أنا نعم أسمعك. ودي أيضا أشوف يعني وشون تعلق على ما الذي يمكن أن تمثله هذه المشروعات من تأكيد حتى للداخل السعودي والمنطقة أنه هذا التوجه نحو الفنون هو توجه حضاري واقتصادي واجتماعي، وليس فقط يعني وفق مفهوم الترفيه العادي، خاصة أنه هناك داعم حقيقي يعني متمثل في أنه هذا جزء من الرؤية السعودية، وداعم معنوي أنه لديك في
التراث وفي التجربة الفنية والثقافية السعودية ما يمثل مادة حقيقية جدا لعمل ثقافي وفني مستمر. بداية يعني الثقافة والفنون ليست عملا ترفيهيا، يعني خلينا نتواطأ على ذلك. الثقافة والفنون إحدى الأدوات التي يعبر فيها الإنسان عن حالات فرحه وعن حالات حزنه وعن فرح بولادة، بزواج، حالة حب، حالة سعادة، حالة تعاسة. وبالتالي التغيير في المملكة العربية السعودية، الرسالة التي تبعثها هذه الاتفاقيات وهذه الرسالة للداخل وللخارج، أن التغيير في المملكة العربية السعودية هو ليس تغييرا من العدم، إنما تغييرا للعودة لما كانت عليه والاستخراج كنوز الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية وثقافتها وإظهارها للعالم وعدم الخجل منها، لأن هذه الفنون بمختلف ألوانها بمختلف كذا هي ممارسات إنسانية في الأساس، هذا تراث إنساني. وعلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائدة للعالم العربي والإسلامي أن تقدم للإنسانية هذه الكنوز التي تحتويها، سواء على مستوى الآثار، سواء على مستوى الفنون، سواء على مستوى الأصوات، سواء على مستوى على كل المستويات، على مستوى الثقافة، على مستوى الأدب. ويعني وبالتالي فعندما يعني توقع هذه الاتفاقيات، واتفاقيات مستدامة، نحن نتحدث عن بعض الاتفاقيات تصل إلى 10 سنوات لإنشاء معارض مفتوحة، لإنشاء كذا، لإنشاء كذا، هو عودة، لأنه عودة للإنسان أن يمارس حياته الطبيعية. نعم. يمارس حياته الطبيعية في أنه يجد بعد نهاية يوم العمل يجد لديه متسع من الوقت للذهاب هو وعائلته إما إلى أوبرا أو إلى سينما أو إلى إحدى الآثار، يجد لديه كالندر في أي مدينة أو محافظة في المملكة العربية السعودية عندما يزورها يستطيع في ظرف يوم أو يومين أن يعرف تاريخ هذه المنطقة وأن يعرف آثارها وأن يعرف فنونها وأن يعرف صناعتها وأن يعرف طيب. ليس للداخل فقط، حتى للقادمين. طيب. نحن نتحدث عن صناعة الثقافة والفنون، إذا سمحت لي أخي يحيى بس في نهاية هذه الجملة، صناعة الثقافة والفنون هي إحدى يعني في المجمل بعد ما تكون نشاط إنساني وهم، هي إحدى الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول. نعم. طيب أحمد الواصل أيضا في زيارة، يعني هي إحدى الموارد التي تجلب إليك السواح. نعم. في زيارة ولي العهد لفرنسا وقع وزير الثقافة والإعلام مذكرات تفاهم مع وزير الثقافة الفرنسية تركز على الموسيقى، الآداب، الفنون، صناعة الأفلام. إيش لو بنحط عناوين لما نفترض أنه أهم 3 مهام في الجانب الموسيقي مثلا ممكن أنه تشتغل عليها هذه الاتفاقية في الشق الموسيقي، وش الثلاثة اللي أنت ممكن تضعها؟ واحد يعني زيك بخبرتك وبطلاعك في هالجانب واستنادا إلى الرؤية طبعا. هذا مهم. الرؤية قارنت بين الثقافة والترفيه، وثالثهما أنه تحويل الصناعة الثقافية أو مجال الترفيه تنشيطهم عن طريق الجانب الاقتصادي. ومن هنا راح نطلع احنا من الصورة اللي التقليدية لقضية انه الثقافة تضم الفنون والأداب، يعني مجرد رسم لوحة او مجرد صناعة كتاب او كذا او كتابة مقالة، الى مسألة اخرى لصناعة الثقافة. واعتقد انه في حدثت خلال السنوات اللي راحت تجربة مهمة بالذات تخص السينما، انه مثلا على مستوى احدى المحافظات في المنطقة الشرقية انه استطاعت مؤسسة غير ربحية يعني مثل الجمعية السعودية للثقافة والفنون من خلال الذكر رئاسة طبعا زميلنا والشاعر أحمد الملا، أنها نشطت مهرجان السينما لأكثر من 3 دورات بالإضافة طبعا إلى بيت الشعر وغيره، واستطاعت فعلا أن توجد يعني أول شيء طبعا استطاعت أن تكشف أن هناك فرصة للعمل السينمائي في البلد،
أعطت فرصة للمواهب للظهور، ومنحت أعتقد فرصة أيضا للمنتج السعودي اللي هو الفيلم أنه يشارك أيضا خارج الحدود. وبالتالي إذا احنا تفهمنا فعلا اقتران الثقافة والترفيه باعتبار أيضا أنه إمكانية تحويلهم كصناعات تسهم في الجانب الاقتصادي، فأنه يتوجب أنه نتفهم الجانب هذا وننظر بعقلية جديدة ونحاول ليس تحقيق الرؤية فقط، بل أنه يكون في نظرة استراتيجية أيضا مستقبلية تتخطى أيضا الرؤية من أجل المزيد يعني من الطموح والمزيد أيضا من الإنجاز. يعني أنا أتصور أنه هذا عنوان صراحة كثير مهم، وهو موضوع صناعة الثقافة. أنا أشكرك ونبنرجع نناقش بالتأكيد زي هالموضوع والموضوع اللي قلناه بالفاصل. شكرا أحمد الواصل، شكرا محمد آل سلطان، شكرا جزيلا. حلقة جديدة غدا من الليلة في أمان الله.